في الحركية التنموية تم اليوم افتتاح شطر طريق السيار شرق غرب الرابط بين الأخضرية والأربعتاش كليا أمام حركة المرور، وهذا بعد إتمام إشغال تركيب تجهيزات الأمان على مستوى نفقين هامين يعبران جبال بوزقزة بين البويرة وبومرداس. الروبورتاج لقدور جوابي. آخر مقطع على مستوى الوسط بالطريق السيار والرابط بين البويرة وبومرداس افتتح اليوم أمام حركة المرور باستثناء الوزن الثقيل كمرحلة أولية. المقطع يمتد على طول 27 كيلومتر ب111 منشأة فنية. اليوم الحمد لله انطلقنا من خلال برنامج القرن لفخامة رئيس الجمهورية من تقريب الانتهاء من مشروع القرن لطريق سيار شرق غرب، وكذلك خلال 2012 سننطلق بإذن الله في عدة مشاريع من طرق سيارة وطرق سريعة مبرمجة على مستوى التراب الوطني. نعتبر باللي راح يسهل في سيولة التبادلات الاقتصادية، وكما تعلمون أيضا الحكومة صدقت قبل تقريبا 3 أشهر إلى برنامج إنشاء 40 منطقة صناعية جديدة. راح إن شاء الله لوكاليزي على مستوى هذا الطريق السيار. المقطع ولخصوصيته تدعم ب5 مراكز مراقبة للحماية المدنية ومصالح الأمن، إلى جانب توفير الإنارة العمومية في القريب العاجل. بربي إن شاء الله قمة الطريق. كنا نتمنى في الخضرية ميضلك بربي إن شاء الله يكون حاجة مليحة إن شاء الله. احنا كنا مسوفرين في الطريق هذه بزاف، كسرت ساكسس أجرة، كنا كما يقولوا مقصرين فيها بزاف، واليوم تبارك الله فيهم. مشاريع أخرى ب5000 كيلومتر تدعم بها القطاع منذ بداية السنة الجارية، منها الطريق الرابط بين العاصمة وتمرست، وكذا الطريق السيار الهضاب العليا.